دولة عندها إرادات محددة، فالدولة قاعد تطلي فئات، فئات قاعد تاخذ هواي نعم، فئات معينة قاعد تاخذ نسب قليلة، وفئات ما قادرين نشملهم، وحقيقة مقابلين وقاعدين يعني باليوم الواحد أنا ألتقي بكثير من الناس يقول لك أريد راتب زين، فأنا الإقليم يقول لي أنا مثلا أريد أطل مليونين، هو من حقه طبعا، لكن أنا منو أنا أدفعها؟ الدولة تدفعها، الحكومة المركزية تدفع مليونين، شنو هاي المليونين؟ شنو استحقاقهم؟ قانون حكومي، قانون مقرر البرلمان العراقي اللي جزء منه كردستان على راسنا. هذا حيجرني اني اكرر سؤالي اللي طرحته على الدكتور خالد واقول لك لا، سوي توطين على كل المؤسسات الدوله. روح راجع. كل مؤسسات الدوله مطلع. لا روح راجع، روح راجع الفضائيين الموجودين عندك بالداخل ومن الاستحقاق وما الاستحقاق. لا من المنجز ومن غير المنجز عفوا. السحر. هسه هذا موضوع الفضائيين هو موجود بالتاكيد. لكن هو مو موجود. قد يقدر عددهم سيد مصطفى؟ ما اعرف والله، هذا ملف النزاهه مفتوح والنزاهه ما قالت حسمه. من حكومه العبادي لليوم بدنا نحكي احنا. ما يعني هو اول من اعلن عن هذا الملف العبادي. زين ما اعرف السعر، بس هو انا اذا قيس ليش الموظفين اللي بالحكومه بالمركز اللي قايمه القيامه عليهم هم 4.5 مع القوات الامنيه. تجينا عندنا 3 اللي هم 2.5 عفوا المتقاعدين 3. بس عفوا عيد لي الارقام سيد مصطفى لان انت دقيق بلغه الارقام. 4.5 مليون مع الزياده، هذول عدد الموظفين في الدوله العراقيه مع الزياده اللي حصلت، قوات امنيه وقطاع وعامه. عندنا تقريبا 3 مليون 3.5 متقاعد. وعندنا قرابه المليونين الى 3 صاروا هسه 3.5 راح يصيرون، عندنا رعايه اجتماعيه كلهم 10 كلهم 10. اذا اريد اراجع بس ملف الرعايه ايش راح تلاقي به؟ اي تلقين، بس هي شوف النسبه مو انت يعني تحاسب الاقليم ممكن لا على ممكن ازدياد اذا تمشي بفرضيه ازدياد اعداد بسيطه انت لا لا مو بسيطه حدث بين ال 500 والمليون ونص. لا لا السحر احنا المدن الاقليم 40 مليون كلهم حكيت عليهم انا كلهم ما وصلوا 10 8 لا 10 ما وصلوا 10 8 يعني ايش قد النسبه؟ انت ايش قد تتوقع عدد موظفي الاقليم؟ المستحقين مو بس الموظفين، كل المستحقين أي؟ على مو اتوقع مقاسه بالمركز أي؟ يعني نسبه للمركز، المركز ايش قد بيده يستلمون؟ نعطيهم حالهم من حالنا ما يتجاوزوا 400 500 الف، هذا حالهم من حالنا يعني بكل محافظات الاقليم؟ نعم بثلاث محافظات ما يتجاوز 400 500 الف نعم، حسب نسبه سكانهم حسب حالهم من حالنا داعشي، يعني مو نعطيهم اكثر او اقل، هاي وحده. اجي على سؤالك على تجربه الاقليم. طبعا الاقليم هو اقليم دستوري. واقليم معترف به من قبل الدستور العراقي ونحن نعترف بالدستور العراقي ونعتبره هو منهج، يعني احنا ما جايين نسوي فوضى ابدا، احنا نريد نبني دوله. شلون تبني دوله؟ عندك دستور، عندك قوانين نافذه تشتغل عليها، هاي بناء الدوله. الاقليم دستوري نعم نحترمه، نعم رئيسه ومؤسساته محترمه ونلتقي بهم وعلى عيننا وراسنا، لكن تتعاملون بخصومه معهم حتى أبداً بموضوع تحليلكم للمواقف السحر؟ ابدا نتعامل بعداله. زين يعني انا ارجع اسالك سيد مصطفى، نعم. رفحاء ايش قد عددهم؟ ومؤسسة شهداء ضحايا النظام السابق والإرهاب، ايش قد يقدر عدد اللي يتقاضون أموال من الدولة؟ هسه رفحاء لو كل المؤسسات الشهداء يعني قسم لي إياها إذا تسمح، يعني أنت يعني أدق من الجميع بهاي التفاصيل. حسب معلوماتي رفحاء ما يتجاوزون 8000 اللي رفحاء، بس شهداء النظام السابق اللي هم الخالدون وشهداء الإرهاب وغيره يعني أعداد يعني كبيرة. قد نتحدث عن قرابة 400 ألف المشمولين بالرواتب الخاصة بمؤسسة الشهداء.